السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة تفضل مولانا، تفضل. الله يبارك في عمرك، ادعي لنا مولانا. وياك الله يحفظك. سؤال بسيط يا سيدنا، الله يبارك فيك. اتفضل اتفضل، الله يسلمك. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا كنت يعني غير تعوذ منتبه. عفوا، تعوذ بالله من كلمة أنا. لماذا؟ لماذا تتعوذ لا أنا بالله من، تحت باب الشيطان. افهم بس الكلام، تفضل يا مولانا. لماذا تتعوذ بالله من كلمة أنا؟ والنبي قال أنا النبي لا كذب، عليه أنا ابن الصلاة عبد المطلب. والسلام. لماذا يعني؟ وكلمة أنا متى تكره؟ تكره إذا جئت تطرق الباب وقلت من؟ قلت أنا، فخرج النبي يقول أنا كأنه كرهها، كأنه كره كلمة أنا لأنها لا تحمل التعريف الكافي. متى تكره كلمة أنا أيضا؟ تكره كلمة أنا أيضا إذا كانت على سبيل تزكية النفس، على سبيل تزكية النفس. لكن مجرد أنا للتعريف لا بأس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل.